الاثنين 13/2/2012. المنازل تدمر في حي بابا عمر على رؤوس أصحابها، والعالم كله يتفرج ولا ينطق حرفا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمون؟ دمرت المنازل فوق رؤوس أصحابها وأنتم لا تتكلمون شيئا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر عليك يا بشار أنت وأعوانك، الله أكبر عليك يا بشار أنت وروسيا والصين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حي بابا عمر.